يعني بداية برأيك، ما هو السبب في الخلاف بين الكتل السياسية على الدوائر المتعددة، علما كما يعرف الجميع أنه تم التصويت على المادة 15 بفقراتها بهذا الشأن، ومن المفترض أنه لا يوجد خلاف حول هذه المادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولأسرة مشاهدي القناة. أعتقد أن الخلاف حول مشروع قانون الانتخابات، أي بمعنى أن هذا لا يزال مشروعا ولم يأخذ الشكل القانوني أو الصيغة التي يتحول بها إلى قانون واجب التطبيق أو نافذ، هو خلاف سياسي وخلاف فني، أي بمعنى يتبع إلى توجهات وآراء القوى السياسية المتحكمة في المشهد السياسي في العراق. لذلك أعتقد، وهذا رأيي الشخصي، أن القانون سوف يجد صعوبة كبيرة في التصويت عليه، لأن الظروف التي تم التصويت على هذا القانون يوم 24/12/2019 هي ليست نفس أو ذات الظروف اليوم، حيث أن المظاهرات قد خفت أو ربما في طريقها إلى النهاية بعد لقاء السيد الدكتور مصطفى الكاظمي مع مجموعة المتظاهرين. لذلك هذا الأمر يعتمد على بصراحة على إرادة وقوة القوى السياسية المتحكمة في مجلس النواب العراقي، أي بمعنى أنه هذا الجدل حتى إذا كان خارج البرلمان، فإن من المهم من سيصوت على القوائم أو على ملحقات هذا القانون. هم أعضاء مجلس النواب الذين بالتأكيد حسب نظام القائمة المغلقة وحسب نظام الدائرة الانتخابية الواحدة التي جرت بها الانتخابات الأربع الماضية، أربع انتخابات في العراق جاءت لنا بهذا الوضع السياسي الصعب أو الوضع السياسي المشوه الذي مع الأسف يعيش المواطن تداعيات من الفقر والحاجة والفساد وكل أنواع الأشياء السلبية موجودة في العراق بفعل الانتخابات، نقولها بصراحة بفعل الانتخابات السابقة. لذلك كمواطن عراقي، كمراقب، كقانوني، أعتقد لو أن هذه القوى السياسية تراعي مصلحة الشعب وتخشى الله أو تتقي الله في أبناء شعبها، بحيث تجرب طريقة أخرى لغرض أن يصل مجموعة من المرشحين الذين يمكن أن يقدموا شيئا مفيدا لشعبهم، خاصة في هذه الظروف الصعبة. نعم، رغم الخلافات سيد رمضان حول هذا الموقف المعقد، هناك شبه اتفاق نهائي على تسمية يعني الدوائر الانتخابية في جميع المحافظات العراقية عدا محافظات كركوك والموصل وديالة طبعا وبغداد أيضا. برأيك ما أسباب ذلك؟ ما خصوصية هذه المحافظات؟ أخي الكريم، العراق بمحافظاته وأقليم كردستان يجب أن ننظر إليه نظرة واحدة، أي بمعنى أن المشاكل الموجودة في جنوب العراق هي ذات المشاكل الموجودة في الموصل وكركوك وحتى في أقليم كردستان، من حيث الوضع السياسي، الحظ الاقتصادي الصعب، تدني الرواتب، البطالة، النازحين، المهجرين. لكن لهذه المحافظات التي ذكرتها وهي كركوك، الموصل، ديالة، بغداد، أقليم كردستان، هذه المناطق تسمى مناطق مختلطة أو مناطق تشترك فيها عدة قوميات أو عدة أديان وعدة طوائف، بحيث تشكل النسيج الاجتماعي ومكونات هذا المجتمع. لذلك الأحزاب أو الكتل السياسية التي حازت على عدد أو كبير من المقاعد سوف تظل تريد أن تحافظ على هذه الأعداد، لذلك سوف يظل الجدال وسوف يظل الصراع بين قوسين بين هذه القوى لكي تعاود استنساخ نفسها أو تعاود أيضا السيطرة على مجلس النواب القادم. بصراحة القوائم المتعددة أو القائمة المفتوحة هي التي تحقق مطالب الجماهير، مطالب الناس، بمعنى أنك عندما تذهب وتنتخب في قائمة مغلقة للحزب الفلاني أو الكيان السياسي، ربما هناك أشخاص أنت غير مقتنع بهم أو أشخاص تعتقد أنهم فاسدون قلبا وقالبا، لكن مع الأسف يجد المواطن نفسه منصاعا لكي يؤشر على هذه القائمة أو على
تلك الكيان السياسي لأسباب قومية طائفية مذهبية مصلحتية ما أيا كانت الأسباب. أستاذ رمضان حول القائمة المفتوحة أو المغلقة أستاذ رمضان، هناك من يؤشر وجود تناقض في قانون الانتخابات الجديد خصوصا في المادة 15 ثانيا باعتبارها لا تتطلب وجود قائمة مفتوحة أو مغلقة، في نفس الوقت هناك مطالبات يعني خلافات حول القائمة المفتوحة أو المغلقة، هل هناك التباس حول القانون في مجلس النواب؟ هل هناك ثغرة فيه؟ هناك التباس كبير مع الأسف حتى لدى الكثير من الذين يطلقون على أنفسهم مختصين أو خبراء. القانون الجديد أو مشروع القانون الجديد أخذ بنظام تعدد الدوائر الانتخابية، أي بمعنى العراق بمحافظاته وأقليم كردستان سوف يتكون من عدة دوائر انتخابية ربما تكون على أساس القضاء، أي بمعنى لكل 100,000 نسمة كما منصوص عليه في المادة 49 من الدستور لكل 100,000 نسمة مرشح يمثل هذا العدد، والقضاء الذي لا يصل إلى هذا العدد يريد مجمع قضاء آخر. يقوم المشروع القانون على أساس 50% لنظام تعدد الدوائر الانتخابية و 50% على أساس القوائم، وهذا الأمر ربما يكون للتوفيق أو ربما يكون لغرض الحصول على رضا الأحزاب والكتل الكبيرة، لكن أيضا هناك آراء تريد أن يكون 75% للدوائر الانتخابية و 25% أيضا لكي يكون أيضا لمراعاة مصالح الأقليات أو المكونات العراقية التي لو تم تطبيق نظام تعدد القوائم سوف لا يمكن تجميع أصواتها وسوف لا يمكن لها أن تنتخب أو تختار قائمة معينة تمثلها، لكن هناك أيضا رأي يقول أنه لو يتم تطبيق نظام الكوتا وإعطاء تطمينات للأقليات أو القوميات أو المكونات أو أيا كانت التسمية سوف نستطيع الوصول إلى نظام. بكل الأحوال أيا كان النظام الانتخابي المتبع أو أيا كانت القائمة يا أخي الكريم هذه تعتبر مثل وصفات الطبيب، الطبيب يوصف لك وصفة معينة لكن المهم عند التطبيق والتنفيذ. ما زلنا مع الأسف العراقي يخشى من الانتخابات أو ليس له ثقة بالانتخابات لأنه يعلم مسبقا أن القوة التي تمتلك السلاح أن القوة التي تتربع على المشهد السلطوي أو على السلطة هي التي سوف تفرض نفسها وتفرض مرشحيها وتفرض إرادتها على الجماهير. لذلك أعتقد أننا نحتاج ربما إلى وقت أو وقت أطول من الوقت الذي حددته السيد مصطفى الكاظمي في شهر حزيران القادم، لأننا أمام أكثر من معركة أو أمام أكثر من تحدي. نحن نحتاج إلى إجراء الإحصاء السكاني حتى لا يقول كل واحد أنني أمتلك هذا العدد أو هذه النسبة من سكان العراق. اتضحت الصورة طبعا رغم تحديد دقيق فضلاً على وجود مؤشرات على عدم رغبة بعض القوى السياسية في إجراء الانتخابات بذرائع شتى. كنت معنا على أي حال الخبير القانوني من أربيل السيد عبد الستار رمضان، شكرا جزيلا لبرنامجك.